السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذتي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا دائما في إطار تصحيح الامتحانات الجهوية مع مسلك العلوم الشرعية، هذه المرة سنعمل على تصحيح الامتحان الجهوي لجهة مراكش أسفي لسنة 2017 الدورة العادية. إمكانية تحميل هذا النموذج واردة في الانترنت، يمكنكم الرجوع إليه وتحميله والاشتغال عليه، بل تحميل امتحانات أخرى في مادة علوم اللغة والاشتغال على هذه الامتحانات، فهو أقول لكم بكل صراحة فإنه سيمكنكم من الحصول على نقطة جيدة إن شاء الله عز وجل في مادة اللغة العربية. إذا سنمضي مباشرة للأسئلة. عنوان هذا النص تطور الخطابة، عنوان النص تطور الخطابة. إذا لاحظوا طبعا أن النص سيكون مرتبط بإحدى المجزئات الأربعة التي تدرسونها على مستوى الفصل الدراسي. مثلا قد يتحدث النص عن الشيعة الجاهلي أو الإسلامي أو الأموي أو العباسي أو الأندلسي أو المغربي، أو سيتحدث عن المناظرة. النص سيتحدث عن الخطابة، واضح الصورة بهذا المعنى. السؤال الأول، أبرز مضمون الفقرة الأولى من النص. السؤال الأول، مضمون الفقرة الأولى من النص. واحد نقطة. عندما تقرأ الفقرة الأولى، كان ظهور الإسلام إذانا بتطور واسع في الخطابة، إذ اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة، حيث ظل 13 عاما يعرض على قومه قريش وكل من يلقاه في الأسواق آيات القرآن الكريم. ستلاحظون بكل بساطة أن هذه الفقرة تتحدث عن وظيفة الخطابة، هكذا وظيفة الخطابة وتطورها في صدر الإسلام. إذا لاحظوا أن هذه الفكرة يجب أن تكون موجزة ودقيقة للمطلوب هنا. السؤال الثاني، استخرج من النص أربعة ألفاظ أو عبارات دل على الحقل الديني. إذن طبعا نحن هنا بصدد المعجم، الحقل الديني. إذن عندما تعودون إلى النص تجدون هذه الكلمات حاضرة بقوة. إذن مثلا تجدون الإسلام، مثلا الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا تجدون الدين، الذكر الحكيم. أنا أقترح عليكم هنا شباب، لا تتجاوزوا أربعة. إذا طلبت منك أربعة ألفاظ أو عبارات، افعل ما يطلب منك فقط بلا زيادة وبلا نقصان. طبعا السؤال الثاني واحد نقطة كذلك. ثالثا، أنقل واضبط بالشكل التام من بداية النص. إذن السؤال الثالث، النقل والشكل. إذن هنا وجب أن تنقلوا الفقرة التي طلبت منكم بخط مقروء وواضح، ثم تثبتها بالشكل التام. أنقل واضبط بالشكل التام من بداية النص، كان ظهور الإسلام إلى آيات القرآن الكريم. سأقرأ بوضوح حتى تتمكنوا من هذا الأمر. كان ظهور الإسلام إذانا بتطور واسع في الخطابة. إذن هنا دائما حاولوا ضبط الشكل، يعني أواخر الكلمات بالحركة المناسبة. إذ اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة، حيث ظل 13 عاما يعرض على قومه قريش وكل من يلقاه في الأسواق آيات القرآن الكريم نقطة. إذن دائما نقف عندما طلب مني. جميل. إذن السؤال الثالث، لاحظوا نقطة ثلاثة، ودائما أذكر لضرورة تجنب كل خطأ، لأن كل خطأ يؤدي إلى ناقص 0.5 نقطة، بمعنى أن ارتكابك لستة أخطاء معنى ذلك أنك ستنال صفر في النقل والشكل. إذن احرصوا جيدا لضمان نقط في هذا الباب. رابعا، سؤال مرتبط بالإعراب. إذن ستلاحظون
من خلال تتبع هذه النماذج أن الامتحانات الجهوية تأتي بالصيغة نفسها. إذن ستة أسئلة على مستوى النصوص، البلاغة، العروض. إذن هذا البناء وجب الاشتغال عليه بنماذج عديدة حتى تسهل لديكم الأمور. أعرب ما تحته خط إعرابا تاما. إذن السؤال الرابع مرتبط بالإعراب. ماذا طلب مني أن أعرب؟ عندما تعود إلى النص تجد كلمتين وضع تحتهما سطر. الكلمة الأولى يشرع، بما أخذ يشرع، واضح؟ والكلمة الثانية واضعا. كيف سنعرب يشرع؟ لاحظوا بكل بساطة أنها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة في يعني في نهاية في آخر الكلمة. واضعا، عندما تعود للسياق انتبهوا جيدا، كما تقوم على معرفة العمل الصالح وما يزال يعرض أوامر الدين ونواهي واضعا. من يعرب واضعا؟ ماذا دار في خلدك؟ جميل، تعرب حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واضح؟ لأن هنا كيف واضعا. جميل، إذن هكذا نقطة الإعراب تعطى له نقطتان. إذن وجب، ودائما الإعراب هو يرتبط بالدروس التي تلقيتم على مستوى النحو طبعا، يعني لن يعطى لكم أو لن يطلب منك إعراب كلمة أو جملة وأنت لم تتلقها على مستوى الفصل الدراسي. إذن خامسا، سنستخرج من النص مصدرين. إذن حسنا، إذن دائما حرصوا على استثمار الوقت كذلك في إنجاز الامتحان الجهوي. إذن استخرج من النص مصدرين، أحدهما لفعل ثلاثي. إذن مصدر لفعل ثلاثي، إذن أنتم يمكنكم وضع جدول، وآخر لفعل رباعي. إذن مصدر لفعل رباعي طبعا مع تحديد وزنهما. عندما تعودون إلى النص تجدون مثلا مصدر ثلاثي ظهور على وزن فعول، ظهور الفعل ظهر طبعا على وزن فعل، واضح؟ لهذا مصدر لفعل ثلاثي. أما المصدر لفعل الرباعي عندما تعودون إلى النص تجدون تطور دائما الشكل فعول من اللغة على وزن تفاعل تطور طور على وزن فعل، واضح؟ إذن هذا ما طلب مني إذن في هذا الإطار. جميل، إذن جيد. سادسا، صغ جملة مفيدة تشتمل على نائب فاعل، تشتمل على نائب فاعل لفعل كيف هو رباعي. إذن بالنسبة للنقطة المخصصة للسؤال الخامس هي نقطتان، يعني المصدر الثلاثي نقطة والمصدر الرباعي نقطة. صغ جملة مفيدة تشتمل على نائب فاعل لفعل رباعي. أقترح عليكم مثلا جملة دحرجت الكرة. إذا لاحظوا أن دحرج فهي فعل رباعي، وجعلته على صيغة بناء للمجهول فقلت دحرجت الكرة. أخرج علي من منزله، واضح؟ إذن أخرج، إذن صارت أخرج. إذن أنتم أحرار في صياغة الجملة المناسبة في هذا الإطار. إذن نمضي جميعا للمحور الثاني المرتبط بالبلاغة. إذن السؤال الأول، وضح طرفي التشبيه وعين نوعه، وعطينا بين قوسين ضمني تمثيلي فيما يلي، كأن الثريا والظلام يحفها قطع فضة على ثياب سود. إذن لاحظوا، إذن
جميل. إذن كأن الثريا والظلام يحفها قطع فضة على ثياب سود. ستتبادر إلى ذهنك أنه تمثيل، أهو ضمني أم تمثيلي؟ تمثيلي. جميل، ماذا شبه؟ شبهت الثريا بقطع الفضة. ولكن لاحظوا هنا أن التشبيه التمثيلي ليس تشبيها عاديا، بل الوجه الشبه يؤخذ من صورة منتزعة من عدة أشياء. الثريا والظلام يحفها، يعني ليست الثريا لوحدها، بل ثريا لحظة الظلام. قطع فضة ليست قطع فضة هكذا لوحدها، بل على ثياب سود. إذن بالتالي فالثريا جميلة، ولكنها ستبدو أكثر جمالا وسط الظلام. قطع الفضة جميلة، ولكنها ستبدو أكثر بروزا، أكثر ظهورا، أكثر جمالا على ثياب سود. إذن نوضح هذا المثال على الشكل الثاني. مثلا شبه الشاعر الثريا بقطع الفضة، يعني وهي على ثياب سود. هنا يمكن أن نضيف شبه الثريا وسط الظلام. جميل، حتى تكتمل العبارة ويتضح أننا بصدد تشبيه تمثيلي بحالي. إذن هنا وهي على ثياب سود، فوجه الشبه منتزع. إذن هذه العبارة الشهيرة في صياغة هذه العبارة، منتزع من متعدد، أي صورة لمعاني لجمال. إذن صورة لجمال، يعني هذا هو الجامع المشترك لجمال وضياء وروعة الثريا بهذا المعنى. إذن هكذا يعني يمكن أن أصوغ وأشرح هذا التشبيه، وبالتالي فهو تشبيه تمثيلي. إذن لأنه طلب مني أن أحدد نوع هذا التشبيه، أهو ضمني أم تمثيلي، واتضح أنه تمثيلي. إذن السؤال الثاني أو العنصر الثاني في هذا الإطار، قال آخر: صحبتكم فازددت نورا وبهجة، ومن يصحب الطير المعطرة يعبقي. واضح جدا أنه تشبيه ضمني. صحبتكم أي سرت معكم. إذن فازددت نورا وبهجة. إذن لاحظوا هنا الشطة الثاني، ومن يصحب الطيبة المعطرة يعبقي. إذن لاحظوا هنا، قال صحبتك فازددت نورا وبهجة. ما هو الشيء الذي سيجلب لك النور والبهجة؟ هو القمر مثلا، المصباح، واضح. ومن يصحب الطيب المعطر يعبقي، أي من سار مع من يحمل الطيب المعطر لابد أن يلتصق به شيء من هذا الطيب. إذا لاحظوا هنا أن الشطر الثاني فقد جاء بمثابة حجة تثبت صحة الشق الأول أو الشطر الأول. إذن هنا شبه صديقه بالقمر أو المصباح، وهو تشبيه ضمني لأنه لم يقله بالعبارة الصريحة المعهودة في التشبيه، وهو تشبيه ضمني، حيث جاء الشطر الثاني بمثابة حجة تؤكد مضمون الشطر الأول. واضح الصورة؟ لأن حقيقة من يسحب الطيب المعطر يعبقي أن سيلتصق به شيء من هذا الطيب. إذن جميل، إذن هكذا أكون قد وضحت هذا المثال في هذا الإطار. طبعا نقطتان في المثال الأول، نقطة في المثال الأول ونقطة في المثال الثاني. إذن عندما أوضح هذه المسألة المرتبطة ب الأول تشبيه تمثيلي والثاني تشبيه ضمني. جميل، نمضي للعنصر
الثاني، ميز الإنشاء الطلبي من غيره واذكر الصيغة فيما يأتي. قال الشاعر: لعمرك ما الإسراف. إذن لعمرك، بمجرد وجود هذه العبارة تعلمون أن الإنشاء الطلبي هنا، ما هو الإنشاء هنا؟ القسم. القسم أو إنشاء طلبي أم غير طلبي؟ غير طلبي، أسلوب إنشائي غير طلبي، واضح؟ جميل. الأسلوب المثال، وقال آخر: هل في يدي إلا قصيد؟ هل في يدي إلا قصيد؟ تتمة البيت. إذن تلاحظون هنا، تلاحظون هنا هل بالتالي فهو أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام، أهو طلبي أم غير طلبي؟ الاستفهام فهو طلبي. تعرفون أن الإنشاء ينقسم إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. إذن ميز الإنشاء الطلبي من غيره، هذا طلبي وهذا غير طلبي. أذكر الصيغة، لعمرك القسم، هل الاستفهام، يعني هذا ما طلب مني، هذا ما طلب مني. إذن نقطة نقطة. إذن تلاحظون أن المسائل بسيطة جدا، يعني بالتالي فهي فرصة لنيل كل هذه النقط حقيقة. إذن نمضي للسؤال المرتبط بدرس القصر. طلب مني هنا: حدد جملة القصر وعين طرفيه وطريقته فيما يلي. يعني عندي هنا عناصر ثلاثة. هنا مثلا الجملة طرف القصر، كما تعلمون عندي طريقة القصر، حسنا طريقة القصر، والمقصور عليه. قال الشاعر في البداية: وإذا قال تعالى أولا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذن جملة القصر هنا في إنما نحن مصلحون، واضح. إذن طريقة القصر إنما، طرق القصر أربعة كما تعرفون: إنما، النفي والاستثناء، بل ولكن، يعني وكذلك تقديم حقه التأخير. المقصور هنا نحن، والمقصور عليه مصلحون، هكذا. وإذا طلب مني أن أحدد النوع سأقول يعني قصر موصوف على صفة. إذن هذا المثال، هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، قال الشاعر: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إذن القصر موجود في وفي الليلة الظلماء، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. جميل. إذن هنا ما هي طريقة القصر هنا؟ لاحظوا، لا توجد لدينا إنما، لا توجد أداة عطف بل لكن، لا توجد النفي والاستثناء، ماذا بقي؟ التقديم والتأخير، واضح الفكرة؟ تقديم ما حقه التأخير، كقولنا مثلا: إلى الله أشكو، أشكو إلى الله، إلى الله أشكو، فهذا يفيد القصر. جيد. إذن هنا المقصور يفتقد البدر، يفتقد البدر، والمقصور عليه الليلة الظلمة، الليلة الظلمة. جميل. هكذا أكون قد يعني أنهيت كل ما طلب مني في بصدد هذا المستوى. إذا نمضي جميعا للعنصر الأخير المرتبط بالعروض. وفي العروض دائما نجد سؤالين. السؤال الأول مرتبط بتعريف، تعريف بعض الزحفات والعلل أو أقسام الأبيات أو ما إلى ذلك. والسؤال الثاني يطلب مني أن أكتب بيتا كتابة عروضية مبينا التغيير الطارئ على العروض والضر. أعرف ما يلي: الشكل والحذف. إذا عندي الشكل والحذف، الشكل والحذف. الشكل هو حذف الثاني والسابع الساكنين، حذف الثاني والسابع الساكنين، واضح؟ يعني بالتالي فهو من الزحافات المزدوجة. مثلا كتكون عندنا فاعلات، مثلا ستصبح فاعلات. إذا لاحظوا هنا حذف الثاني وحذف السابع، واضح الفكرة؟ أي اجتماع الخبن والطي. الحذف هو
إسقاط لا أنتم وجب أن تكتبوا بشكل منظم في ورقة التحرير. أنا أشتغل الآن وأشرح قليلا، أما أنتم فأكتبوا بشكل منظم ودقيق. إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة. مثلا عندنا مثلا فعول، مثلا تصبح فعو، فهذا سبب خفيف يسقط في نهاية التفعيلة. إذن نمضي للسؤال الأخير، وفيه سنكتب بيتا شعريا مقترح طبعا كتابة عروضية مبينين البحر الذي نظم عليه والتغيير الطارئ على مستوى العروض والضرب. يقول الشاعر عن تره: يا دار عبلة، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، بالجواء تكلمي وعيمي صباحا، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار عبلة واسلمي. لاحظوا هنا لابد أن أشير، أحيانا بعض التلاميذ عندما ينتهي أو لا تكفيك الورقة في كتابة الشطر الثاني تكمله هنا، لا خطأ. إذن وجب أن تكتب البيت هكذا، إما على هذا الشكل، إما على هذا الشكل، أو أن تكتبه على هذا، إما هذا الشكل يعني الشطر الأول الشطر الثاني، واضح الفكرة، أو أن تكتب هكذا وهكذا. والحصول يعني لا يجب الفصل بين الشطر الأول، يعني كلمات الشطر الثاني وأن تعود إلى السطر، فهذا خطأ. إذن نرمز، إذن يا يمكن من كان لا يستطيع المرور إلى الترميز مباشرة أن يكتب الكتابة العروضية التي بموجبها ما يكتب ينطق وما لا يكتب لا ينطق. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، إذن الشكل ضروري، يا دار عبلة بالجواء تكلمي. إذن لاحظوا هنا شدة تفكه، يعني الحركة الأولى ساكن والثاني متحرك. وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي، إذا لاحظوا أن هذه الألف لا تنطق وبالتالي لا تكتب. ستعطينا على مستوى التفاعيل: متفاعل، 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 متفاعل. إذن هذا، إذن لاحظوا أنه بحر الكامل، سيتضح ذلك مباشرة، الكامل التام. ما معنى التام؟ التام هو الذي يحتفظ بجميع تفاعيله. التام في الكامل هو 6 تفاعيل، 1 2 3 4 5 6. إذن جميل. كيف جاءت العروض؟ عروض متفاعل، أحدث علي أي تغيير؟ لا. إذن بالتالي فهي عروض صحيحة. الضرب متفاعل، أحدث عليه أي تغيير؟ لا. إذن وضرب، وضرب مثلها. إذن هكذا نشتغل على الامتحان. وجب في الأخير التركيز على الوعاء الزمني المخصص لإنجاز الامتحان، فحتى يكفي الوقت وجب التدقيق، وجب التركيز في الأسئلة المطلوبة والاشتغال على الأسهل فالأسهل، وهكذا تمضون بسلام. آمل أن تكون هذه الحلقة مفيدة، واجتهدوا وأنتم في بيوتكم، لا تبخلوا، لا تتكاسلوا، بل حرصوا حرصا جيدا، واظبوا في مراجعة الدروس إن شاء الله عز وجل على أساس جياز الامتحان الجهوي بسلام. وفقكم الله وسدد خطاكم، وإلى اللقاء القريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.